من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة. سلام بعد لقائه العائلة المالكة والحريري. الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني. في الخاص ذاهبون إلى الفراغ ولكن احنا معنا فيتو على حدا. عون سيستمع إلى سليمان. نذهب إلى الجلسة. اجتماع في منزل فخامة المرشح برئاسة جملاط. استهداف الخطة الأمنية في طرابلس. مزاج أهل التباني ومزاج أهل طرابلس بيرفضوا أي حدث أمني جديد إن كان ضد الجيش أو ضد أي حدا. المعركة بين النسر والنجمة والفئات الشعبية. سي 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 عبد الناصر الثاني. لا ده ولا ده. وفي النشرة أبو الهول الصيني. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.